أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لم يحمل باره قدم أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لم يحمل باره قدم أصحاب الفقر تضربي مغلظة ميمة والله طول عمرك قلبك طيب ودرويشة وشاطرة بس هاد لا تسكري هاد لا تسكري تك يا اختي يا عيني يا أميمة انا شو بدي غير مصلحتك مصلحة العيلة خلص اخي مثل ما بدك لك شفتي شو حلو الرواق عما شو حلو الرواق طيب ايه بربي بربي لا اشتري لك احلى زبدية ايمع واشتري لك احلى فستان سكلمة منيحة طابت عايدة شلون بدي اعرف حضرتك حابسني هون بالبيت لا فوتة ولا طلعة لك شو حابسك ما حابسك الله يسامحك بجاه النبي معقولة الحكي اللي عم تحكيه بس هي رفيقتك وواجبك تزوريها المخلوقة مريضة ما بصير تتركيها هيك بركي بدها مساعدة خلص ببقى بزورها عن قريب ايه يا اختي قومي البسي شاربك ومانطوكي خلينا نروح يلا يلا قول يلا اوكي صرفوا صرفوا هذا مجنون لانك خطبت اخته سوا هيك معك لا مالي مصلحة تعالوا لا معلش معلي مرق له يا كرمال خاطري خليه يتسبب كرمال خاطرك ما جبنا الشرطة لكن هيك شكلات عندي بالمطعم مالي مصلحة فيهم حاضر معلم معلش معلم الله وكيلك هذا الولد درويش بتشرد خلصنا مرتاح ايه يلا يسر ولا تعمل لي حضرتك مصلح اجتماعي ولا عامل لي فيها زير سالم هون مو الحارة استعجل الأستاذ لا 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 مو مشكلة مو مشكلة يلا السلام عليكم وأنا شو معلم ولك عم يترجاني حتى خليك من الشغل العمم العيلة روح عمي روح تيسر رجال مو هيك بتعمل حليق حليق مالك رزق عنا حسبيها بالعالم حسبيها وقتي الحكم انا ابلع ماشي والله يا عماد باينتوا انا في واحد بهالعيله غاسوا يا بس طالعين له نحن اثنين ايه لا تعقدي يا اختي خلاص خلاص هلا اذا قلت لك بلالك عايده بتقبل هلا شو دخلنا شو دخلنا بعايده عم نحكي فيكي انت ليش حتى تجيبي لنا سيارة عايده تركينا من العايده يا عصا صار لك ساعه نازل براسي وز لسه اخوات ولطافه وصراحه ومدري شو كمان خلاص خلاص صدقي خلاص ما تعديها غزبان يعني غزبان مشي يلا بس ما جاوبتني على شو؟ على عايدة معلم دخيل عينك جيب لنا شوية قطر بديك الصراحة رفيق حسيت من كلام أبوك إنه عم يفحصني إذا كنت صهر مناسب ولا لا إيش هو هالاكتشاف العظيم هذا
بدي يفحصك لكان إذا كنت حقوقي مناسب ولا لا. حبيبي أنا فهمتك ياها بالبنط العريض، نحن ست بنات جوز تنتين، قديش بقيان؟ بقيان أربعة بوشه، أربع مصايب بوشه. بفهم من كلامك أنه أنت مرتبة الموضوع. أنت تعال اطلبني وشوف بعينك. لك يا رفيف يا رفيف، أنا على الحديدة. ها تعا جرب وشوف. هي شرفي تأخرنا. شرف لا اشتبه كده. لك اشتبه انت، لك ما فيك مخ حيوان، انت حيوان. لك اصلا انت شو دخلك؟ شو شو دخلني؟ وطي صوتك وطي صوتك، وقت انا اشوف انه لازم نربيه بنربيه، مفهوم؟ انا مشانك. وطي صوتك وطي صوتك. لك صبح حدك صبح حدك، صار لك كلمتك ضحكتي مع من وراك. خلاص خلاص عود بقدر. قلعوك من شغلك؟ شرف عود بخلقتي ومثل ايدك واللي يعطيني خرجي. ما تخاف علي، بدبر حالي، ما رح اطلب منك ولا فرند. عجبك؟ عجبك؟ بس بس ان شاء الله بيكفي، بيكفينا فضايح، بيكفينا شو اللي جابك؟ لا تقلي انك بطلت. سعد هون؟ سعد؟ شو بيعرفني وينه؟ شو في؟ رحت متخانق ما؟ يعني متخانق ايه، بس مو مشكلة. فجر شو في؟ رحت يا نوال. رحت. خلص فوت فوت، خلينا نشوف كمان الأستاذ عصام، صار له مدري قديش ما طلع من غرفته، هو الثاني طايق. فوت بلكي ما له هون. ما تحرك من اوضته. بلكي نايم. كم يوم ورا بعض بيقدر ينام؟ استاذ عصام. شوفي شو بكم؟ امي شفت الاستاذ عصام طلع من اوضته شي؟ ايش شايفتيني قاعدة برج مراقبة؟ يا امي ما طلع، بيكون نايم او ميت. يا بعيد الشر، تف من تمك، شو هالحكي، الله لا يقدر. امي معك مفتاح تاني للاوضة؟ ايه ابو محمد تارك عندي واحد. يلا جيبي جيبي. استنيني لحظة استاذ. استاذ سيحوا لي هيك سيحوا.
روح جيب دكتور بسرعة. أستاذ عصام، يا أستاذ، أستاذ عصام رد علينا يا أستاذ. دكتور غزوان، دكتور غزوان، دكتور غزوان. خلاص خلاص شو حالك؟ دكتور غزوان شباب مات. شو؟ مين هذا اللي مات؟ أستاذ عصام. يمكن يمكن ما خلاص هدي شوي شبك وعالك. خذ بشرته مشان بس موتها. انا راجع ماشي وهدي. خذ مشان شوف هون في نسوان مطولنا. تعال معي لشوف. يلا روق بقى شيخ الشباب. شبنا خلاص وحياة عينك لزحلقوا لهذا الدكتور. لا يستر عرضك، يستر عرضك. انا بدبر حالي. لكن انا ام رياض يردوني خايبه لو اخذ معي بوكيه ورد كمان. لكن طولي بالك، طولي بالك بس هاليومين. بدهم دكتور؟ ايه ليش لا؟ بس على مين؟ انا بدبرهم. خلاص خلاص لك اختي، خلاص اللي فيني بكفيني. ليش شو يلي فيك؟ ليكك ما شاء الله حوله. لك انا مو مزعوج لانهم ما اعطوني، اللي زعجني انهم ما اعطوني لاني مطرب. خلصنا لك اخي خلصنا، قلت لك اتركهم علي وشوف كيف انا مظبطه لأميمة. لك خلص لك اختي، خلص لك يمنى من السيره، لسه نازله وز براسي وز براسي. شو بك انت الثاني؟ شو حكينا لك صبحي؟ طول بالك. خير شو جيت بوقتك؟ بدنا نروح على المجتهدة. يلا يلا اطلع اطلع اطلع. اطلع يا خير. يلا اطلع. اطلع خلصني وضع الرجال ومحمد. يلا افتح افتح. ايوه شوي 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 شوي. اطلع معه. يلا يا لك اطلع يا فجر. يلا فجر معقول لو شو زوري. يلا حي بروح عند تسرى. يلا معكم. مرحبا ميما. اهلين. يا اهلين وسهلين. شلوني؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوطه؟ الحمد لله. لا الحمد لله صحتك عال العال. صعي شفتك بنومي بدي احكي لك اياه. خير ان شاء الله. شفتك بنومي انه عندك جاج كتير كتير بالبيت. أيه. وعم يفقس بيض وانت عم تلملمي هالبيضه. أيه. انت استغربت رحت سالت لك عنه. أيه. ادري شو قالوا لي. شو؟ طول عمر باذن الله. الله بده يطول لك عمرك ورزقك كتير بدك تروحي على الحج ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. أميمة وينها؟ الست رزانعة وسط ضروري. والله يا أخي أميمة بعيدا عنك مريضة شوي. سلم لي على الست رزان كتير كتير. يعني هو أنا مقصرة بزيارتها وهي مفضلة. خير بس شبهها؟ بس هيك ظروف لحكمت والله. خير شبهها؟ لا يعني شغلة بسيطة، رشح مرشحة. ببقى ببعت خبر أنا للست رزان، يا أما ببعت له وحدة تانية تشتغل. سلم لي عليها كتير أمانة. تسلمي أم عماد خاطري. مع السلامة. الله معك. شو؟ ما في شيء إرهاق من امبارح. معك حكي؟ شو إرهاق؟ إمام تحرك من غرفته. هذا الرجال تعبان ومقهور، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ كان عم بيموت. لأنه جاي على باله يموت. بينته معقدة شوي. فعلا هو كثير معقد. هلا المهم حيطيب؟ لك طبعا رح يطيب، لك نشوف. بس هو لازم شوية غذاء ويهدي باله، لأنه على ما يبدو إنه عصبي زيادة عن اللزوم. بس من هون لبكره بتكون أموره على العلا تاكله هم. لازم نخبر حدا من أهله. أنا معي رقم المحامي. إلا ما يكون يعرف حدا من أهله. شو حكي؟ نتصل؟ يعني إذا اتصلتوا بيكون أحسن، بس هلا اتركوه يرتاح شوي. تعالوا معي. أنا الله بيحبني، كل أموري عم تمشي تمام، صرت حاسدة حالي. ليش شوفي؟ شلون شوفي؟ اليوم قدمت منيح واليوم راح أطلع أول مرة على الشاشة وبابا حبك كتير. بربك عم تحكي عن جد؟ لا هي خبرية حلوة كتير. هاي أنت معي حبيبي، مهم لا تتركني. إيه؟ لا ما راح أتركك. متوترة؟ متوترة؟
من شو؟ آه قصدك فرحانة. تعرف حبيبي يعني هو إحساس كتير حلو إن كل الناس يشوفوك، بس بليز بليز لا تتركني لحتى أروح على التلفزيون. إيه؟ خلص أنا ما رح أتركك ورح وصلك تماماً على التلفزيون، بس ما بدي لحقك على الشاشة؟ بلا يي بتعرف رح ألبس تياب أنت منقي لي إياهم. قلي صباح حلو شعري هيك؟ بجنن لكن مثل شعري؟ حلو كتير. المهم هلأ أحكي لي شو قال أبوك عني؟ أمورك ماشية خلص. قال عنك شاب ذكي طموح لبق عنده نظر وأهم شي لماح. لماح أنت شي؟ ما بعرف أنت شلون شايفتيني؟ قبل ما أنسى فكرت لي ببرنامج؟ مو على أساس حاطت الموضوع براسك؟ إيشو أنا معيد برامج قالوا لك شي؟ فكرة أنت بس عطيني الفكرة مو مشكلة. الإعداد عنا معدين كتير بالتلفزيون. قلنا لك عملي برنامج عن المعمرين، يعني فكرة جديدة ولسه ما حدا جابها. تعملي برنامج عن الناس اللي لحقوا البلد من زمان وعاشوا أيام حلوة كتير، على موسيقى على طرائف قصص حكاية، والموضوع مفتوح كتير وقابل إنه يتطور. من شي قليل بابا حبك. خلص حبيبي رح أعمل هيك برنامج ورح تشوفه قريبا على الشاشة. مبسوط؟ جدا. وأنا كمان حبيبي. بما أنه نحن اثنين اشتغلنا تعال نتجوز. شو؟ دغري على الحبس؟ وهلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نخليه هون ولا لازم ناخده على مستشفى تاني؟ طولي بالك بالأول لنعرف حالته لنشوف شو بده يقول الطبيب. يا ربي أخي بس يقوم بالسلامة بدي ابعت لأولاده يتفهموا معه. هلا وقت الحكي، ادعي لربك تكون شغلته خفيفة وبعدين كل شيء بهون. برافو زياد، ما فيك شيء. عفوا دكتور. يا أهلين. حضرتك المسؤول عن مريضنا؟ أيوة، أنتوا قريبين وما هيك، شو فيني أخدمك؟ حكيم طمني، شو صاير معه؟ وحضرتك شو بتقربي له؟ أخته. وأنا صهره والمدام زوجته. بدنا ننقله من هون. انقلوا. عفوا دكتور. عفوا دكتور. نعم. يعطيك العافية. لا فيك. مشان الله ما تواخذنا، بس تعرف أنت الصدمة والمفاجأة، ممكن تشرح لنا شو حالته؟ يا أخي الرجل مقهور ومهموم، يعني أربع خمس أيام بدون أكل، طبيعي يكون حالته هيك. بكل الأحوال بدكم تطلعوا من هون طلعوا، في ألف مريض محتاج سريره. طيب وحضرتك شو بتنصحنا؟ شو بدي أنصحك يعني؟ أنا الرجل جبته هيك لوجه الله تعالى، ومشان كمل معروفي أنا رأيي بنتركه لحتى يصحصح ويقوى. وبعدين إذا كنت تاخذوه على مشفى يعني ما يكليك خمس نجوم ما في مشكلة. بكل الأحوال لا تقلقوا، طمن أخته. عجبك هيك؟ شو العمل هلا؟ أنا برأيي نتركه هون يومين زمان. هون؟ معقول؟ بعدين شو الدكتور هاد؟ ما فهمنا منه شيء؟ لا لا مستحيل اتركه هون. الو؟ مرحبا دكتور. ايه هي علينا، خلصينا بقى من هالسيره المعدتي. هلا سيره صباح صارت معدتي؟ قالت لحالي عليه معدتي. إيه والله العظيم والله العظيم انه ما بيستاهلك تضربي ان شاء الله. يمكن. لا مو يمكن اكيد. هي علينا بجوز. لا مو بجوز، لحم شو بلا. كنتي احلى وحده بالحاره والغالي بيرخص لك، شو مفكره حالك قليله؟ صباح في ألف بنت حواليك. هلا هلا انزلي على الجامعه بتلاقيه مع غير بنت. بقى شو رايك جلطه بدل المرضى؟ احسن لك بتموتي وبترتاحي احسن. لك هي حياتك عيشيها. اذا هلا ما عشنا امتى بدنا نعيش؟ قولي لي امتى؟ بكره غمضي فتحي والشباب طار. الشباب احلى ايام حياتنا. كعيشي. وليه؟ طلعي فيني لشوف. انت كمان دالقه حالك عليه زياده. اي والله والله ما اعمل هيك مع صبحي ليصير امر من مصطفى امر. انو قولي عمرو دياب. لا مهم. طمنيني امورك ماشيه معه؟ لا اخواتي مو موافقين عليه، بدهم يعني اخذ غزوان الهمشري. اي بسيطه اقبلي بغزوان. شو لك؟ ايه ايه لك يا هبله اقبلي فيه، اخطبيه كم يوم
وبعدين تبقي طلعي لك 100,000 علة فيه فسخي. ولي على عيونك إن شاء الله. كمن لك هالأفكار الجهنمية هاي؟ والله تاريكي مو قليلة يا عايدة. آخ يا عايدة بحبه. بس أهلي بقى. وليه؟ هلأ أنت جاية تواسيني؟ ولا بدك يعني أنا واسيكي؟ ليش أنا صار لي روح لمحل تاني وإجيت لعندك؟ يعني نحن مو رفقات؟ لكم مو رفقات؟ لا رفقات ليش شو حكينا؟ بس عماد محرج علي يروح على أي محل تاني. لعندك مسموح ست عايدة. لكن بدي أعرف أخبارك الأفندي. إيه والله إلا شوي كنت رح أقول له أنك بتحبي صباح. أوعك ها؟ ليش بقى؟ احكي ليش؟ مو مشان شي. لا في شي وأحكي. خلص بس يصير شي ببقى بحكي لك. ليه؟ ما تكوني عم ترسم. ما عم برسم على شي. عايدة؟ عماد بده يتجوزني. شو؟ هو حكى معك؟ لكن أنا جبت الحكي من عندي. طبعاً هو حكى معي. إيه وانتي شو قلتي له؟ ما قلت له شي. ما طلع معي الحكي أصلاً. سكتت خرست. رحمة. فجر قد حبيبي قامت كل خميم وروح البيت حاجتك. ما شايف وشك كيف صاير؟ انت بعدك تاكل حكي؟ ما انا ماني جوعان هلا. بعدين بدبر حالي. كل اكيد يعني يا اخي كل صحه وهنا. بس يمكن بدي شويه فلح معلش. ايه ممكن يا فاطمة. ترى شهيتني هات لشوف. شوف اليوم بسم الله. انت شايف بدلان محبوب؟ لا لا. وين عايدة؟ طيب شو صاير معه؟ شو المرض يعني؟ شو بيعرفني؟ قاعد بلا اكل وبلا شرب. من وقت اللي اجت لعنده هي المعنطه زهو ماله على بعضه. خلصنا نوال، خلصنا بنتي. ما حلوة نحكي على العالم. ايه شو بدها منه؟ كل ما بتجي لعنده بيتكركب. شلون شو بدها منه؟ ليش مو مرته هي؟ وإذا مرته؟ ايه هو هرب منها. خلصنا يا بنات خلصنا، بكفي اللي فيه. الحمد لله الحمد لله، المهم لحقنا. يعني هو رح يطيب ويرجع؟ قبل ما ترميني يا حبيبي علمني العوم، مش كنت تعلمني العوم. عمرك ما خلصك. الشطورين الحلوين اللي قاعدين هلأ ببيوتهم وعم بيستنوا برنامجنا. أنا بحب أقدم لكم هلأ البرنامج التربوي نحلة الربيع. بتمنى أنه يعجبكم.
شو هي مذيعة جديدة؟ هيك الظاهر. بس حلوة مو حلوة؟ طعم لها شغليزة. صحيح أمي؟ شو قلتي له للشوفير تبع الست رزا؟ ما قلت له شيء. طلع عليك من البيت ما في. ليش بقى؟ بعدين في إلي غراض عنده لازم روح جيبهم. أنا بعدين بروح بجيب لك ياهم. شوفي أمي، طلع من البيت بدي أطلع يا أبو لا الله. لا إله إلا الله، الله يصبرني عليكي. ناقصني تعملي لي مشاكل؟ أنت بدك تعلقيني مع أخوك عماد؟ إيش هو عماد؟ كل شيء بهالبيت لسه عماد عماد. صباح أحكي لك كلمة. اسمعي نصيحة أمك. افهمنا، ما بدكن صبحي ماشي الحال، بلا بدكن ياني وافق على غزوان؟ ليكني موافقة. شبكم؟ ليش سكتوا؟ في عندكن اعتراضات كمان؟ والله ما تركته ولا دقيقة. أي ولو انت قبضاي، الله يرضى عليك. ضليتني قاعد جنبه، ضليتني قاعد لحتى اجى الدكتور غزوان. شو قال لي؟ قال لي يا فجر روح بقى ارتاح، احسن ما يصير معك مثله. لك هو من التعب وقلت النوم صار معه هيك. بعيد الشر عنك، بس تعرفوا هو الدكتور غزوان بزيده شوي، نغزه صغيره بصدري. قال شو لازم روح على المستشفى ويعملوا لي قسطره. ايش بيعرفني ليك؟ راحت لحالها كاسه ختميه وصلى الله وبارك. بس اجت زارته وحده ست راقية حاطة كالونيا. ولي على قامتي على هالريحة؟ لساتها بمناخيري، عبت كل المستشفى. دكتور؟ شو بده دكتور؟ دكتور بدنا ننقله من هون. عم صاري غزوان شو قال لها؟ صهرة؟ ايه صهري لك، خطب اختي، قصدي طلبها، يعني بدهم يخطبوا. ايه بالهنا ان شاء الله. ايه لسه ما صار صهرة. يعني شو الفرق؟ خلصنا بقى، خلصنا يا اولاد. اذا الواحد بده وحدة خلاص بتصير على اسمه. لا يا خالتي منوال، تجوزيني بنتي؟ ليش انت بتعرف شو الجواز؟ ايه ما بدها زكا. ما بدها زكا؟ ايه كمان الحمار بيعرف يتجوز. اه؟ روح لك ابني روح، روح تعلم لك مصلحة أما فيها حياتك، بعدين فكر لي بالجواز. طيب بلا طيب بلا بطيخ، قوم ابني، قوم روح عند أمك حل عننا. طيب؟ أنا رح أطلبها من عمي أبو نوال. تضرب انت وعمك ابو نوال. لهلا لهلا روح اخي، الشعر ما طلع تحضاتك جاي بدك تتجوز. لك حل علينا بقى. شوفي شوفي شو بك عصبتي علينا هيك؟ ما في شيء ما في شيء، حل علينا. كنت اعطي اختك لا اخوها لا مريات المزيكاتي. حل علينا بقى روح. ليش سويتي؟ ليش هيك عملتي؟ ليش خانقتي؟ قلتي لي لا وبس. اخرسي انت التانية، اخرسي وانضبي، ناقصك شوارب تعملي لي رجال. روحي روحي انقلعي من كاسة ختمية. اجت النغزة. هذا مو شعرها جنينة. الو، معقول هيك ابو فاروق؟ لساته مرمي بالمهجع؟ يعني شو هالطلب العظيم اللي عم يطلبه منك؟
ولو وعد من شاء الله ابو فاروق. خلص 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 صدقتك خلص. اوكي اوكي باي، مع السلامة. قالوا لي انك انت جبته لهذا عصام اللي بالعنبر 9. انقل لي اياها على الغرفه 212. ليش دكتور؟ هي غرفه جراحه. الجراحه ميراحه عنايه مشدده بو مشكله، هيك التعليمات. ومن وين هي التعليمات بالله؟ من فوق. من فوق؟ يا دكتور اسمح لي، نحن غرفه العمليات كل يوم تلحش لنا كذا واحد بحاجه لاسره، يعني في غيره احق وما كثير محتاج. لغزوان بطل لي هالهم شرية عاد، هاي شو محتاج مو محتاج؟ الرجال مدعوم، مو حلوه بحقنا هالنومه. يا دكتور الله يسامحك، شو مدعوم ومدعوم؟ هذا ابن حارتنا وانا بعرفه، واعلى دعم بحارتنا كلها مساعد الشرطه يا اخي. اخي انقله على مسؤوليتي وخلصني. ليك بدي اياك تعمل لي له فحوصات شامله، بدي صوره كامله عن وضعه الصحي. كمان اربط الحمار مطرح ما بين لك صاحبه. ايه بربط الحمار شو؟ يلا مشيها بلاها الفزلك هاي. طيب ماشي دكتور، عن اذنك انا رايح اربط الحمار. ايه يعطيك العافيه. معقوله؟ لك وصل معي حتى لو ربع ساعه ابوك هذا. هلا هاتي 2000 ليره وخليني اتيسر. شو ابي راح يهرب؟ رامي عم نحكي عن ابوك. عم نحكي عن جوزك. لك شو انت ما فيك حس؟ ما فيك دم؟ شو كل هالحكي هلا؟ خلص بكره بروح بزوره. اي مشفى هو؟ بابن النفيس. طيب طيب خلص بكره بحاول اروح لعنده، اليوم مالي فاضي. وانتي؟ انا ما فيني، عندي درس بيانو. على فكره ربا وتر البيانو مقطوع، ابقي دقي لفاهي خليه يجي يركب لك اياه قبل الدرس. وابوكم ما بدكم تشوفوه؟ ما حدا بده يوقف معه؟ ايه علينا، هلا خلصينا اعطيني مصاري، تاخرت عم قلك. باي. زعلانة مني ما هيك؟
على شو بدي ازعل منك؟ كحاجتك بقى سلبي امي ما حافظك بصم، بس كوني زعلانه بتقلبي بوزي. انا قلبي بوزي اتعدمني ان شاء الله. سلامتك اختي سلامتك. هلا شو سلامتي من شان شو؟ لك اختي والله الدكتور غزوان احسن لك. خلص قلنا لكم غزوان غزوان ماشي الحال، شو لسه بدكم مني؟ لا في شيء بتأمري. حاضر على راسي. ماي ماما ماي ماما شفتيها لعايدة؟ شفتها صارت احسن. لك مو هيك قصدي. ما فهمت. يعني ما حكت معك شيء مشاني؟ لا. يعني ما جابت لك سيرتي؟ لا ما جابت لي سيرتك. اختي انا ضيقة بس كيف صار؟ هيك يعني حكيت معك. لك شباك عم تحكي ربع كلمة ونص جملة؟ اختي انا حكيت معها بخصوص الخطبة. خطبة؟ حايدة؟ ايه حايدة شبه مو ظريفة عايدة؟ لا لا ظريفة ظريفة. اذا؟ ما في شيء بس فاجأتني. المهم اختي كيف بدك تجيبي لنا منها خبر؟ المعنى؟ المعنى بتروحي لعندها بتسأليها بتشوفيها اخوكي انا؟ ايه بس بالاول بتخليني اروح اجيب اغراضي من عند الست رزان؟ يخرب بيتك شو ملعونة وكهينة. ايه خليكي خلص بتروحي. امي عماد سمح لي اني روح جيب اغراضي من عند الست رزان، مو هيك عماد؟ ايه امي ايه خطي خليها تروح لزمان قاعده بالبيت. بس بالاول بتروحي لعند عايدة. حاضر روح كمل فطورك. لا ما بدي شبعت. تسلموا ايديك ما تنسيها. ده خلص ما راح انسى. عود اشرب شاي. ما بدي. بصراحة يعني أنا إذا كان خطر لي هيك خاطر بس مشان شغلي وحدي مشان أنت أيمن صباح وأعترف لك أكتر. أنا فرحت كتير بهالخاطر بس شو يعني فرحت ساعة ساعتين بس بعدين بلشت أحس إنه أنا ماني بني آدمة. شفت حالي شيطان وميما. أنا مالي. قولي عايدة كملي قولي. ما بعرف شو بدي قلك. حسيت انه انا مو عايدة وانا بحبها كتير لعايدة. كي والله ما بتزبط. كيف يعني انه حب واحد روح اتجوز اخوه؟ اعوذ بالله من الخاطر هاد. ميمه مشان الله ساعديني شو اعمل؟ ولا تعملي شي، أساساً الاثنين غلاظ وما بيستاهلوكي. لا، صباح مو غليظ. لا غليظ ودب كمان. لك مشان الله لا تحكي عنه هيك. لساتك بتحبي؟ إيه خرجك، بتستاهلي أكتر من اللي عملوه فيكي. هلأ بلا لعي، وقولي لي عن جد شو أعمل؟ اللي عم تسأليني شو أعمل؟ أنا اللي لازم أسألك شو أعمل. عماد عم يستنى منك جواب. ليك؟ قولي لو بتحب أخوك الثاني. عايدة هلأ بلا هالمسح الغليظ. لك إيش بدك يعني أحكي لك؟ خلاص لا تحكي شي، أنا بقول له لسات عم تفكر. ايه مثل بعضها. أصلا أنا ما عاد فارق معي شي أحسن هيك. ايه ولي لا تقلبي يا غم شبك. قليك عملي مثل نوال حبيهم اثنيناتهم سوا بس بالعدل. ها ما هلأ نوال مو هبلة. لا هبلة ولا شي، نحن الهبلان. مكعية ثلاث شباب بالحارة وبتقلي لي هبلة؟ الله وكيلك إذا بتقول أخ تلاقيهم ثلاثة تنمطوا شبيك لبيك. لا بس بتستاهل نوال، عن جد بتستاهل. هي طيبة وقدعة وبنت حلال. لك يا عايدة ومين فينا اللي ما بتستاهل؟ مين فينا اللي مو طيبة وقدعة وبنت حلال؟ أنتي ولا أنا؟ بس مين فينا اللي عايش مثل العالم والخلق؟ قلي لي مين فينا؟ حتى نوال نفسها هي عيشة هي؟ نحن كلياتنا شو؟ عايشين؟ رجعتيني راسي يا أمي. عن جد رجعني راسي. يا سلامتك. أوف يا الله. شكرا. عفوا. قد ايه عمرك أنتِ؟ 18. أبوكي موجود؟ إيه الحمد لله. الله يخلي لك إياه. الله يسلمك. كيفك خولة؟ صباح الخير استاذ.
اهلا دكتور. طمني كيف صرت؟ لا تمام، صار لازم اطلع اليوم، شايف حالي كثير منيح. تطلع؟ بالعكس، اجتنا التعليمات من فوق انه يتم نقلك لغرفه محترمه اكثر. شو عم تحكي انت؟ يعني انه نربط الحمار محل ما بده صاحبه. دكتور غزوان ما بفهم عليك. ما كثير بتهتم، بسيطه. المهم دعمك وصل، تاريخ مو قليل، ها عن جد مو قليل. على كل هلا لازم انا اعمل لك تشيك اب على كل شيء، تحاليل وصور. دكتور انت شو عم تحكي؟ انا لازم اطلع، لازم اطلع وحدا تاني يستغل هذا السرير. يا ريت، بس ما بقدر، صدقني ما بقدر فرط فيك يا اخي. انت هلا صفيت بالنسبه لي مسؤوليه. مسؤوليه شو؟ انت شو عم تحكي؟ اصلا انا هلا بدي اطلع. انا ما دخلني، بدك تطلع اطلع، بس على مسؤوليتك انت. ها هيك اجت الاوامر من فوق. دكتور هاي الاساليب كلياتها انا ما بحبها، هذه الطرق في التعامل بحياتي ما تقطع. ثم شلونك اليوم؟ أحسن مو أحسن؟ أنت يلي من وراء الموضوع؟ موضوع شو؟ تغيير الغرفة والفحوصات الشاملة. مين؟ ايه طبعا، لك عم بدك تضل هون؟ لك أنت شو؟ شو أنت؟ عصام؟ لك أنا قضيت كل عمري لحتى ما يصير معي ولا مع غيري هيك شيء. لك عصام بلجنة مو حلوة قدام الناس. أنت شو بديك؟ لك يعني سبيك؟ لك أنت ما بتستاهلي حتى المسبة، فهمتي؟ هيدا اهلين، اجيتي بوقتك. تعي شو عم تعملي فوق؟ شبكي نوار، في شيء؟ يمكن نايم، لمحته قبل شوي بالحاره، صاير منظره بيقطع القلب. يا حرام مريض، كان لازم يكون هلا بالمستشفى. ما بعرف شو جابه، هلا غفله ما لقيته غير فات على اوضته وسكر الباب، لك حتى ما قال لي مرحبا. طيب ما بتعرفي بشو مهموم؟ عليم الله هربان من مرته. هربان؟ الله أعلم. يعني كيف الواحد بيهرب؟ كيف يعني كيف؟ بطق مرارته بيقوم بيطفوش، أحسن ما يموت من القهر. بس مرته حلوة وظريفة، مو؟ إيه، حلوة وظريفة وبتجيب الجلطة، شو استفدنا؟ هلا أنت شو عرفك إنه بتجيب الجلطة؟ عم أقول مثلاً عايدة. آه، مثلاً. إيه لا، إذا هيك معك حق. يا نوال. يا ولي أمي. ايه يا مو ايه؟ أحيلك يا أمي، عملي كأسة ختمي الله يطلعني، حاسة صدري طبق عليك. حاضر رح أعمل لك بدل الكأسة غلاي. عن اسمك عايدة، لحظة بس. Thank you.
يا صبية. أهلا وسهلا. الأستاذ عصام مو ساكن هون؟ إيه إيه. نوال؟ إيه. أهلين أهلين أستاذ. أهلا وسهلا. تفضلي. أهلا وسهلا ليك وجوا. شربت قهوتك ولا عم تشرب شاي؟ شبك لك ابني؟ صار لك كم يوم عم تفكر؟ إلك بالعادة بتطلع بتفوت، في شيء؟ ما في شيء مي، ما في شيء. خير إن شاء الله خير، بس في شغلة براسي عم خطط لها. الظلم والغم، القهر اللي فايح سم، القلب اللي بعمره لن يحمل باره دم، أصحاب الفقر هم الظلم.